غادي نمشيو مباشره لشيوات لاله مولاتي عند المستمعه سكينه من سوق الاربعه ونتعرفوا جميع على الاقتراحات اللي غادي توجدنا اليوم. صباح الخير سكينه. الو حمادي، صباح النور. لاباس عليك؟ الحمد لله. كي صبحتي؟ الله يبارك فيك. على خير، كلشي على خير. كلشي الشرف اليوم، انا فرحانه بزاف بزاف بزاف، ما تصوريش اختي سناء شحال. شرف متبادل. الله يكبر بيك، بارك الله فيك. الا سكينه مرحبا. اخبارك انت؟ لاباس عليك. كلشي بخير مرحبا. كنتي والطاقه كامل والاختي سميحه بزاف بزاف. مرحبا بسلامك. كاملين جنود الخفاء ديال هذه القناه تحبيبه. شكرا لك بزاف سكينه. المزيد من الاستمراريه يا ربي. امين. معكم ان شاء الله يكون غير خير، وسعيده جدا انني نتواصل معك اليوم وتشاركي معنا من خلال البرنامج، ومرحبا بك في اي وقت سكينه. مرحبا بك جدا يا ربي. امين. حنا نتوما ان شاء الله. تفضلي. الشرف كيحصل لي انا. شكرا حبيبه. قبل ما نبدا الحبيبه كنبغي نقول لك خواتي كيسلم عليك بزاف بزاف. مرحبا بسلام. الله يخليهم لك. كاملين عائله البهلول كتسلم عليك. سكينه البهلول من سوق الاربع. اييه واخا. مرحبا بسلامهم. ربي يخليك حبيبه. اختي سناء، عندي لك واحد السمك بالبصله معسله. اييه. وعندي لك بريوات باللحم بالبرقوق. وعندي لك واحد الصابلي بالفواكه الجافه كيجي على شكل نجمه. وكاين مادلين واللي بغيتي نختو بعصير ان شاء الله. ان شاء الله واخا. نبداو على بركه الله. نبداو المقادير ديال العجين. هي شناك بالبصله معسله ياك؟ بالبصله معسله. فيها جوج بيضات. ثلاثة المعالق كبار الزبدة. ثلاثة المعالق كبار السنيدة. معلقة كبيرة ديال الخميرة المعجونة. قبيصة ديال الملح. واحد ربع لتر ديال الحليب. الدقيق على حسب الخليط. الحليب يكون شوية دافي. كنجمع العجينة كاملة بهاد المقادير اللي عندنا، كنديرو الدقيق كنرملوه شوية بديك الزبدة وسنيدة والخميرة جميع النواشف، من بعد كنضيفو البيض وكنجمعو بالحليب. ملي كتجمع لينا العجينة كنحسنو العجينة رطبات شوية تكون ملفة، كنغطوها بلاستيك الغذائي وكنخلوها على جنب ترتاح، يعني تخمر شوية. إذا كان هاد الجو شوية مع البرودة قاصحة شوية، إذا كان عندنا الفران كنسخنو الفران وكنطفيو وكندخلوها ليه ونخلوها على جنب بلا ما خمرات على خاطر على حساب الدفا. وكنمشيو كنوجدو الحشوة ديالنا. في الحشوة عندنا ثلاثة د البصلات مشمشين على شكل طوط، كنديرهم في مقلة وكنضيفو عليهم شوية الزيت باش نشحرو مزيان، وشوية ديال الملحة. وحنا كنشحرو حتى كتنزل لينا ديك البصلة مزيان كنحسو بأنها نزلات، كنضيفو لها جوج معالق كبار د السنيدة، جوج معالق كبار ديال الربيع، وحنا كنحركو باش نحسو الكراميليزا ديالنا ديك تولي ليها في شكل كراميل. من بعد ما قبل ما نطفيو عليها بواحد جوج دقايق ولا ثلاثة كنضيفو جوج معالق كبار ديال الجبن. جبن. إلا ما كانش نضيفو واحد جوج مثلثات ديال الفرماج. على حسب الرغبة اللي متوفرة عند السيدة. صافي ديك القصة كنطفيو البوطة وكنخليوها تبرد شوية وكنجبدو العجينة ديالنا ديك القصة كنلقاوها خمرات وارتاحت مزيان، كنطلقوها بين جوج بلاستيكات فوق البوطاجي عندنا مثلات، وكنسرحها فوق من هذيك الحشوة. اختياري اختي سناء اللي بغا يزيد مثلا اللوز مقلي ومهرمش في ديك الحشوة، ولا شوية ديال الزيت مقطع قبل ما نطفيو عليها العافية، ولا يكون مرطب مقلص مزهر، على اختياري اللي حبات السيدة. وكندهنو العجينة كاملة اللي عندنا ديالنا وكنروليو. لأن كنروليوها حتى كنساليو في الأخير كنقطعوها بالخيط بحال كنعرفو جميع السيدات عادي، وكنوضعو في الطاوة ديالنا وكندهنوها بالزبدة شوية تكون دايبة، وكنخليوها ترتاح شوية حسب تخمر عاوتاني تزيد شوية، ومباشرة كندخلوها الفران حتى كطيب وكنخرجوها بصحة وراحة. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. شناك يعني بالبصلة معسلة مختلفة شوية، كنغيرو شوية في الحشوات. مشكور على هذا الاختيار اللي قدمتي لنا سكينة.